عندها وقفات للعلماء. إذا قال لها أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر جدتي، أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، من المحرمات تحريما أبديا. يقع عند الجمهور بهذا أيضا ظهار. إذا قال وبدل الظهر بالبطن، أنت علي كبطن أمي، نفس الشيء، يأخذ نفس الحكم. إلا إذا قال أنت علي كثدي أمي، لأن ثدي أمه ليس بحرام علي، هذا عند قوله كظهر أمي. فإن قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق، بمجرد أن يقول ذلك صار عائدا، يعني عائدا كما قال تعالى ثم يعودون لما قالوا، وسيأتي الحديث عنها، ولزمته الكفارة. يعني بمجرد ما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي تلزمه الكفارة إذا أراد أن يرجع لها، إلا إذا أراد أن يطلق،